وتنضم إلينا من رام الله دكتورة تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية. مرحبا بك دكتورة تمارة، كيف تقيمين الوضع الآن لديك بعد كل هذه التطورات والمعطيات التي أمامنا؟ بداية أصبح صباحكم وتحياتكم لقناتكم الكريمة. هناك أكثر من تطور خلال الفترة الماضية، هناك تطور في عملية وجود محكمة العدل العليا وتقديم من قبل جنوب أفريقيا من أجل أن كنا نتأخذ قرار مستعجل بحق وقف الأعمال العدائية بحق المدنيين الفلسطينيين، وأيضا أعتقد أن هذه النقطة بحاجة لفترة بسيطة، بمعنى خلال هذا الشهر قد يكون هناك خروج بقرار مستعجل لوقف الأعمال العدائية، لكن يجب أن نفرق أن هذا القرار المستعجل ليس له علاقة بالقرار القضائي الآخر، وهو القضاء المتعلق بانتهاك منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بقيام إسرائيل بانتهاك هذه الاتفاقية بحق المدنيين في الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعتقد أن واقع القرار المستعجل قد يكون لفترة بسيطة يخرج هذا الأمر، وهذا القرار طبعا ملزم لإسرائيل ومن المرجح أن لا تنفذه إسرائيل، ولكن خلال هذه الفترة الحالية حتى تستطيع الخروج إسرائيل من هذا المأزق في عملية حتى لا توضع ضمن سياق على المحك أنها لا تنفذ قرارا قضائيا من محكمة العدل العليا، قد يكون هناك مشاورات في الأوقات الحالية أو هذه اللحظات قبل خروج هذا الأمر بترسيخ واقع هدن، وهذه الهدن الإنسانية لها علاقة بعمليات كما يتم الإشارة بالقرار المستعجل الذي له علاقة بإدخال المساعدات وانسحاب جزء ما من قوات الجيش من المناطق الشمالية وعملية إرجاع المواطن إلى المناطق الشمالية. وأعتقد إسرائيل ضمن سياق قد تكون هناك ترسيخ لهذه النقاط هدنا، لكن هذه ضمن سياق نقطة الخديعة لما يحدث الآن في التطورات الحديثة أو الجديدة فيما يتعلق محكمة العدل العليا. لذلك إسرائيل الآن سوف تخفف من وطأة ما تقوم به الآن على قطاع الصحراء، لأن الآن هناك ما زالت المجازر موجودة على أرض الواقع والقصف موجود ونقطة إطالة الحرب ما زالت موجودة. يجب أن نفرق أن وقت إطلاق النار مختلف كليا عن وقت الأعمال التي تقوم بها، بمعنى المساعدات فيما يتعلق الواقع الإنساني يجب أن نفرق بين هذه النقطتين. إلى حين عملية أن يكون هناك مساءلة إسرائيل لماذا انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، هذا سوف يأخذ وقت طويل، يعني أشهر سنوات، إلى حين النظر إلى هذه النقطة ضمن الأدلة والبراهين التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام أيضا الخطاب الضعيف الذي قدمه الموقف القانوني الإسرائيلي يوم أمس، وهذا ما شهدناه يوم أمس. واعتقادي أن حتى هذه اللحظة هناك سوف تكون تحركات فيما يتعلق هذا الأمر. إذا تحدثنا بكل واقعية عملية وقف إطلاق النار، طالما أن المأزق الداخلي الإسرائيلي ما زال موجودا على أرض الواقع وما زال دين سياق أن نتنياهو وأعضائه الحالية بوجود عنصرين أكثرهم متطرفين في هذه الحكومة من جفير سموتريتش وغير معنيون بوقف إطلاق النار، يعني هنا نقطة وقف إطلاق النار ما زالت حتى هذه اللحظة غير قائمة إلا إذا كان هناك هدن مقتضيات شروط إسرائيل وليس حسب مقتضيات شروط المقاومة. المقاومة الفلسطينية لديها شروطها ولديها مقاوماتها حتى تحقق نقطة نهائية وقف إطلاق النار. أعتقد خلال هذه الفترة سوف تكون هناك ليس فقط على البعد قطاع غزة، هناك تحركات على المستوى الإقليم، تحركات الإقليم لها علاقة بالبعد المنطقة الشمالية المتمثلة بجنوب لبنان والمنطقة اليمنية. المنطقة الشمالية أيضا هناك سباق محموم، السباق المحموم بين الخيار التفاوضي الدبلوماسي السياسي الذي يقوم به المبعوث الأممي المبعوث الأمريكي بوكشتاين والزيارات الأممية أو الأوروبية التي كانت جاءت إلى واقع لبنان أجل ترسيخ واقع إنجاح البعد الدبلوماسي، بمعنى إبعاد حزب الله عن ما بعد النهر الليطاني، وأيضا أن يكون هناك نقاط توافقية بين النقاط المتنازع عليها، ست نقاط متنازع عليها، إبعاد إسرائيل عن هذه المناطق. إذا لم تنجح هذه النقطة سوف يكون هناك سباق محموم الآن بين التيار الدبلوماسي أنت ذكرتي أكثر من نقطة، ولكنها أظن أنها يعني لم تؤثر في الانتهاكات الإسرائيلية والأفعال الإسرائيلية. برأيك ما الذي يدفع إسرائيل للإصرار، هذا الإصرار على استكمال الحرب برغم من الضغوط الداخلية والخارجية وبرغم ما حدث أمس في جلسة الخاصة بجلسة الدفاع الخاصة، وكلنا سمعنا هذه الجلسة وسمعنا كيف كان الدفاع وصف من قبل المحللين بالركيك؟
صحيح بالفعل، دفاع إسرائيل يوم أمس كان ضعيفا ضعيفا وهشا، ولا توجد أي أدلة وبراهين يستطيع الموقف القانوني الإسرائيلي أن يقوي ذاته. فقط كان يتحدث عن الهولوكوست، كان يتحدث عن مشاعر عاطفية ليس لها علاقة ببعد قانوني، كان يتحدث بواقع الدفاع عن النفس وهذا أيضا ليس له علاقة بالبعد القانوني. أيضا نقطة أخرى لها علاقة بواقع الخطاب عندما أشار إلى نقطة أن ليس له علاقة بالواقع الإنساني، أنه أو أن عملية المعابر ليست بالواقع هو السبب في عملية إغلاقها. كل ذلك عبارة عن خربطة أوراق، خربطة الأوراق ليس لها بالبعد القانوني، بمعنى أن المحكمة العليا العليا تنظر إليها ببعد قانوني ولن تنجح في هذا السياق. نعم، لكن وكيف إسرائيل نظرتي للادعاء الإسرائيلي وإقحام مصر بأنها السبب في عرقلة دخول المساعدات؟ عندما أشاروا إلى معبر مصر هو من أجل خربطة الأوراق وأيضا الخروج عن المسؤولية، يريد أن يتم عملية إبعادهم عن مسؤولية أن هم السبب في عملية إغلاق أو ترسيخ واقع الحصار على قطاع غزة. أعتقد أن هذه النقطة نقطة لم تصدقها محكمة العدل العليا، نتيجة أن جنوب أفريقيا قدمت أدلة أن الحصار على قطاع غزة موجود من أكثر من 17 عاماً، وأن الحصار من قبل إسرائيل وليس من قبل مصر، وأن مصر فتحت معبرها على كافة الأصعدة وكان مفتوحا في كل الاتجاهات، وأن مصر يعني بالعكس كان هناك تهديدات وكان هناك تفجير من معبر رفح الجانب الفلسطيني لأكثر من مرة في بادئ المعركة، وكان هناك تهديدات إلى الجانب المصري أيضا بعملية قصف معبر رفح مصر، وهذا يمس السيادة المصرية، ومصر كانت فاتحة معبرها بكل الاتجاهات. وهذه المساعدات الإنسانية، والدليل الأكبر أن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة من أين دخلت؟ هي دخلت من معبر رفح، قطع لذلك معبر المصري، لذلك ما تم الإشارة إليه كلها عبارة عن خربطة الأوراق وخلط الأوراق، وأيضا هي عبارة عن تضليل وحتى تبعد المسؤولية والمحاسبة عنها بأنها هي السبب الأساسي عفوا في سياسة التجويع للمدنيين الفلسطينيين، يعني هي السبب الرئيسي في قتل المدنيين حتى على مستوى الوقود، يعني هي كانت تمنع ادخال الوقود حتى من قبل 17 عاما، كانت تريد ان تدخل الوقود فقط من الجانب الاسرائيلي حتى يتم كسب الاموال والضرائب والى ما ذلك، وكانت تمنع جميع حتى كانت تحرق الامدادات وايضا تقصفها نعم. في كل الحروب. لذلك اشارت اليه بالخطاب الدفاعي كان فاشلا وضعيفا وليس له علاقة بالبعد القانوني، البعد القانوني الذي قدمته الأدلة والبراهين من قبل جنوب أفريقيا كان بعدا منطقيا عقليا وكان بعدا نفسيا، بمعنى أنها أظهرت ضمن التصريحات من قبل المستوى الأمني والسياسي والعسكري الإسرائيلي تصريحاتهم التي أشارت إلى النية المبيتة بقتل الممنهج للفلسطينيين من خلال يعني سياسة هذه التشجيع. قائمة من الاتهامات، كنا نقول دائما هذه الاتهامات ولكن لا أحد يسمع، ولكن هذه المرة يعني هل تتأثر أو هل تأثرت الصورة الإسرائيلية والسمعة الإسرائيلية أمام دول العالم، وبالتالي هل هذا كافي؟ أولا إسرائيل الآن إذا خرج هناك قرار مستعجل هذا القرار سوف يكون ملزما على إسرائيل بتنفيذ وقف الأعمال العدائية، من المرجح إسرائيل أن لا تنفذ هذا الأمر، لذلك هي تريد أن تعمل خديعة في خلال هذه الفترة بعملية ترسيخ هدنة وأن تجعل ذاته حمامة السلام وإدخال المساعدات عن طريق قوة أممية أو ترسيخ قوة دولية أو بإشراف دولي، وهذا ما تم إخراجه عبر الإعلام العبري من خلال المفاوضات عن طريق قطر أو أي وسيط آخر، لذلك قد تخرج حالها من هذه الصورة الحرجة وهذا المأزق من خلال هدنة خديعة، ضمن هدنة مضللة، ضمن هدنة ترسخ للعالم أنها قامت بعملية تغيير الواقع، لكن باعتقادي إذا لم هي تغير نفس هذا الأمر سياسة خلال فترة التلاعب الإسرائيلية، يعني هذا ما تقصدينه. نعم صحيح، هي سوف تتلاعب خلال هذه الفترة الحالية قبل إصدار القرار المستعجل، وإن لم تتلاعب كون أنها تعلم تماما أن عملية القرار المستعجل سوف يكون ملزما على إسرائيل ولن تنفذه، من حق جنوب أفريقيا أن ترفع هذا القرار المستعجل كمشروع
الآن تبناه مجلس الأمن الدولي، وقد يواجه أيضا بحق النقد الفيتو الأمريكي. وباعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا وضعت حق النقد الفيتو بالفعل أن صورتها يحرجها تماما، أن هي التي وضعت صياغة هيكلية الأمم المتحدة، نعم وهي التي وضعت هذه الصياغة لمحكمة العدل العليا، وهي بذاتها تقوم بعملية انتهاك هذه الاتفاقية وانتهاك كل الأمور التي وضعتها بعام 1945، وأن هذه الأمم المتحدة أو عفوا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا هم من ينتهكون واقع العدالة الإنسانية والحقوقية. وهذا إشارة. لذا سأنتقل معك، سنترك محكمة العدل الدولية ونذهب للجلسة أمس، جلسة مجلس الأمن الدولية. أعلم أنها في أعين الكثيرين لا فائدة لها، ولكن لابد أن نتطرق لها، وهي جلسة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط. طلبت الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. هل التهجير القسري برأيك ما زال خطرا حتى بعد الموقف المصري والموقف الأردني والذي كان واضحا؟ أظن أن إسرائيل ربما تراجعت عن هذه الفكرة. صحيح، إسرائيل تراجعت عن فكرة التهجير القسري، ولكن هناك فكرة التهجير الطوعي والتي تعتبر أكثر وطأة وأكثر ترسيخا في صورة تهنئة المواطن الفلسطيني. هي تستخدم الآن الأدوات التكتيكية فيما يتعلق التهجير الطوعي، وهو سياسة التجويع، إنهاء مقومات الحياة، بأن تجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، غير صالح للحياة، تصفية القطاع الصحي، تصفية القطاع المعاشي، تصفية القطاع الوقودي، تصفية القطاع الغذائي. هي تعمل ضمن سياق خطط ممنهجة، وعندما تشير إلى واقع ضمن سياق خطتها الحالية أو الهدنة التي سوف تتلاعب فيها في الوقت الحالي بترسيخ قوة دولية أممية لها علاقة بترسيخ البعد الذهني للمواطن الفلسطيني. انظر إلى المنطقة الشمالية التي سوف تعود إليها، أين سوف تسكن؟ لا توجد مناطق، لا توجد شقق، لا توجد منازل. هي تريد أن تعزز البعد الذهني التهجير الطوعي للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. هي معنية الآن بقطاع غزة مفرغ من المواطن الفلسطيني حتى يتم ترسيخ البعد الاقتصادي. هذه الحرب الحالية في قطاع غزة أو حتى في المنطقة الشمالية، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كلها بعد اقتصادي بحت. صحيح لها بعد أمني وسياسي، لكن في البعد الضمني الذي لا يذكرون في كل الحرب الحالية هي البعد المعابر التجارية، وهي لها علاقة بالبعد الاقتصادي. لذلك عندما يتم التقديم من مشاريع، أو عندما تم الإشارة يوم أمس من روسيا أن يجب إطلاق النار في قطاع غزة، تعلم تماما أن عملية استمرارية إطلاق النار على قطاع غزة هذا يعني تفكيك المقاومة الفلسطينية، ثم التدرج إلى مناطق أخرى وهي المتمثلة بالجبهة اللبنانية. هناك أصبح هناك انزلاق متدرج نحو الحرب الشاملة، نحو الحرب الإقليمية، الانزلاق المتدرج نحو حرب إقليمية مع الحرب الروسية الأوكرانية التي منشغلة فيها روسيا، سوف تفتح أكثر من جبهة. هذه الحرب ضمنية بين قوى محلية وإسرائيل، لكن هي في ظاهرها هي عبارة عن قوى إقليمية وقوى دولية، وهذا ما يعني كانت إيران تنوي وإسرائيل. وترغب فيه إسرائيل منذ فترة طويلة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها لا تريد الانزلاق إلى حرب إقليمية، ولكن نحنها اتسعت رقعة الصراع. سمعنا بالفعل مثل ما ذكرت مصطلح الهجرة الطوعية في الفترة الأخيرة، ولكن هل تظن أن إسرائيل قد تصل إلى ما تريد بتغييرها فقط للمصطلحات؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، ما زال أن المواطن الفلسطيني، يعني إذا تحدثنا بشكل عاطفي، يعني المواطن الفلسطيني لا يريد أن يكرر مشكلة وندبة عام 1948 إن كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لكن هناك في أسلوب قهري، يعني بمعنى الأسلوب القهري الذي يتعمد إسرائيل استخدامه في قطاع غزة من خلال القتل، من خلال الإبادة، من خلال الجرح، من خلال تقرير واقع الحياة في قطاع غزة، هي ترسخ الآن نقطة أخرى ليس لها علاقة بكلمة التهجير الطوعي. قد يكون هناك علاقة السفر، علاقة النزوح، علاقة عملية اللجوء، بمعنى عملية اللجوء قد تكون هي نقطة الأخرى، بمعنى انتقال البعد النزوح من قضية محلية أن تحولها إلى قضية اللجوء حتى تصبح إلى قضية دولية. وهذا ما تريده إسرائيل لتحويل هذه النقطة في قطاع غزة وفرض أمر واقع. المشكلة الأساسية الآن لماذا لا تتحدث الآن عن نقطة رفح؟ لماذا تتحدث عن الشمال وتتحدث عن خان يونس
ولا تتحدث عن رفح، هي لا تتحدث ضمنيا، هي لا نعم تتحدث بشكل ظاهر، بشكل ظاهر عن رفح، لكن ضمنيا هناك في خطة صحيح لمنطقة رفح، لكن لا تريد أن تظهرها حتى لا يتم المساس بالاتفاقيات كامب وضحت ديفيد بين الفكرة، مصر وإسرائيل. صحيح وضحت لذلك الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا على هذا التحليل.